جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا جينا جينا. كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكل القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا. أهلا يا زينب، كيف أنت يا زوبة؟ كويسة الحمد لله. شنو؟ عرسي؟ عرسي وين يا يما؟ قطاعين النصيب ما خلوني. أنا العرس دايرة بشنو؟ قلت دايرة لي ود حلال يربي معاي ود المرحوم الله يرحمه. هاي الولد عاد اللي وراجل يربيه معاي، تربية الأولاد ما صعبة يا أختي، وأنت عندك الأولاد ما شاء الله وتبارك الله. هاي لكن أعمى شنو يا بنت أمي؟ والله بعد ما خلاص حددنا المواعيد، جاه واحد من أولاد أهله قال لي سامية دي عندها ولد وهي ذاتها ما سمحة شديد كدي، عليك الله أنا شينة. ها؟ الحمد لله يا أختي البركة في ولدي، أحمد الله. والله ما عارفة يا أختي، هاي توكل لقيت ود حلال ما باباه والله دايرة يربي معايا الولد. هاي يا زوبة أقول لك حاجة، اتعرفت على واحد بالواتساب لكن يا أختي بري 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 عرس الواتساب ده خفت منه والله العظيم، لكن والله في بنات كتار عرسوا بيه. هاي يا غايتو الحمد لله يا أختي أنا واصل شغلي الحمد لله. خلاص مع السلامة يا زينب، مع السلامة. السلام عليكم، ازيك يا اخوت؟ السلام عليكم، ازي الحال؟ ان شاء الله طيبة الحمد لله، يديك العافية، تسلمي، الله يخليك، الحمد لله رب العالمين. معك مصطفى، كيف ان شاء الله طيبة؟ الله يخليك الحمد لله. بتعرفني انت؟ ابدا والله ما بعرفك، لكن والله العظيم اتوسمت فيك الخير. سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. انت عارفه؟ لا 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 والله لا لا، نفس العيون ونفس الشبه. حجتي امي انا اي والله امي اي امي الله يرحمها ويغفر لها الله يرحمها والله. والله انا ذاتي رادلي ميت، انا ذاتي ابو ولادي ميت ميت. ايوه ولدي واحد بس فاتح. سبحان الله الغريبه امي امي طبعا اتبرعنا لها بكل قمنا شنو ودينا الدكتور قال ما بتعيش تاني. ابوي حلف قال تاني ما داري عريس ما داري اي حاجه. انا اكبر واحد في البيت، اخواتي ما شاء الله ثلاثه عرسين بركه فيكم، وداري اتزوجنا. وانت بدل ما اخوي ابوي ده خليه وراه اشوف لي واحده بنت حلال. كلمته قال لي ما عندك مشكله يا ولدي، لكن في بنات حلال. قلت له بجيب لك بنت الحلال. حسنا لما شفتك نفس الطقاطيع بتاع الحجه، تشبه الحجه بتشبه امي امي. سبحان الله سبحان الله. فحسي انت لو ما عندك مانع رايك شنو تتزوج ابوي؟ اي لكن اتزوجوا كيف ابوك؟ انا ما بعرفه ما شفته. لا 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 ابوي والله اتزوج بدري. شفتي يعني تديه زي 51 52 سنه. عليك الله والله العظيم. انا ذاتي عمري 30. لا ما مشكله 30 بس 30 اي 30 اي ده بالرجم عاد. وشفتي ما اقول لك حاجة آي. يعني ده استحبة شوية كده، ما في مرة بتقول الأمور الحقيقي. والله العظيم أبوي ده ما قال ما عنده مشكلة. بعدين أنت قال الحياة دي شنو؟ ما سترة يعني أبوك اخترتني لي وأنت؟ أي وأنا دقيقة أنت قال أنا بنتكلم سنة. لي ما لا 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 دقيقة أنا دقيقة قبل كده اتقدموا لي كم واحد وطشوا الناس يقولوا على شنو يعني؟ اسمع يا أخو دقيقة هسه برسل للوالد عنده واتساب؟ عند يا ابوي انا؟ ابوي كذا
اهو رده. اها دقيقه. قال شنو؟ دقيقه دقيقه. قال شنو؟ ابوي. اها كيف؟ الرساله جاتك؟ اها الصوره بتاعت الزوله دي جاتك؟ شافها؟ لا والله زوله طيبه ولاقيتها، والله ما كذاب يا ابوي. هذه واقفه جنبي والله تتكلم، هذه فيس تو فيس يا ذاتها. اي لا 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 لا، انت عندك مشكله في انك تعملوا حفله وحياه زي دار حياه زي دي؟ لا 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 لا، اقول لك حاجه. أي. بس عقد في الجامع ما داير يا ها. زولتك يا ابوي، زولتك زولت بلح، جيب البركاوي ده وانتهي من الموضوع ده. جد كويس كويس، عندك مشكله تسكني معانا في بيتنا القديم؟ لا 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 والله، اقول لك حاجه. أي. العريس القديم ده ذاته. أي. كان عنده عربات، والله لا طمعانه في عربات ولا طمعانه في بيوت، وبس انا دايره الستره، دايره زول يربي لي ولدي بس. ها ابوي. أي. قالت ما عندي اي مشكله. ولده ولدك؟ لا لا بالغت والله يا ابوي. يا سبحان الله، شفت يا ابوي كيف؟ يا سبحان الله، خلاص يابا ما في مشكله. الو 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 ماله؟ ما بس الرصيد يا اخي. الرصيد خزلني يا اخي، رصيد خزلني. طيب اقول لك شنو؟ اي عيني. انت ممكن تنتظريني انا امشي اصلا، اصلا انا ساكن بعيد شويه. أه. اصل واجيكي ولا اقول لك كده اديني اواصل معه عشان نتفق باقي الحياه كلها. ليش؟ اضرب له تليفون اقول له باقي الحياه نتفق عليها ونشوف عنواني كويس. أه. نجي نقابلك طوالي. جدا انا تليفوني فوق رصيد كويس. خلاص كويس. اي اتكلم معه. الله يخليك. اتكلم. افتح الماشين. جدا. سبحان الله يا اخي سبحان الله، شوف الحياه بتجي كيف كلها براء. سجل الرقم. ايوه 35 0 6. اه يا ابوي معلش بس الرصيد قطع، ده تليفونه لو. ها الله الشبكه يا كده في الحته. الو يابا الشبكه دي اللي طقت عليها هسي يعني الشبكه دي. لا لا ما تسال. ها لا ما ايوه قلت لك ده رقمها. لا لا والله ارفع صوتك زي الكلام متقطع كده. ابوي انت وين؟ قلت لك الا الشبكه بجاي كده. اي خد راحتك. أي. خد راحتك كيف؟ والله خلاص اتكلمنا معاه. ما تسمع ترفع صوتك انت. واي 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 تلفوني التلفون ده اشتريته جديد، دفعت يا دابا يا ظلام الولد الحقوا معاك. مالك مالك مالك؟ لا 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 واحد في شنو؟ ما في واحد شال تلفوني مثلا. مشى وين؟ اشتريته ب 4 مليون. مشى وين؟ مشى مليون على وين مشى؟ يا جرب يا جاي. ايوه التلفون يا خنا ما تجي معاي. ها؟ تلفوني مشى كده وين؟ كده وين؟ التلفون واحد. انت قال لك ادي لامنو. قال لك ادي لامنو. قال لك ادي لامنو. قال داير عريس يا ابو. قال داير عريس يا ابو. ثاني ثاني يا سامية. دي المرة الثانية يا أخي، دي المرة الثانية. أما شنو يا أخوانا؟ أنا والله شفته وشه صباح خير. وشه صباح خير الزول ده. هما المشكلة بيتملسوا كده بيبقوا مساكين وبيبقوا طيبين، أنت الاحتيال ده كيف؟ الاحتيال ما ياهو كده، الزول بيجيك كده ببشاشة ويقول لك اتوسمت فيك الخير، أنا شفت هسه بقيت أي زول يلاقيني مني عائلة شديد كده ويقول لي اتوسمت فيك الخير، بقول له أنا اتوسمت فيك الشر. طوالي بمشي. بعدين قدين أولا حاجة استغلالين. أه. بيستغلوا ظروف الناس. واستغل ظرفك. هاي سمعني احكي. حكيتي وين؟ حاكي مع زينب، قلت لها العريس جاني طار مني. ايوه وقام خدت المعلومات في راسه. أيوة. وجاك بالهواء. ها وتناولها باكورت. ها وجاب اقول مش. ها قومي وصري هاك. قومي وصري هاك. قومي وصري. الاحتيال بقى اشكال والوان. أه؟ الناس لازم تكون فاهم. انا اللي بغيزني، الناس اللي بغشون، الناس المتعلمين، الناس الفاهمين، الناس المتخرجين، وحاتسم الله ناس دكاتره زول بسيط ساكت يغشون. الناس بقت تتمسك باي حاجه وبقى غشها سهل خلاص. اي زول بس بالفلك كده بكلمتين ثلاثه حلوات كده اشك دفعت القصد الاول بس. لا القصد الاول نص مرتبي. ربنا يعوضك ربنا يعوضك. ربنا يعوضك بس. ولدي قاعد يلعب بيه واعمل له شواسي اشتريته عشان ولدي التليفون السميح ده. يا زول هو زول بيقوا غشاشين جدا. بيقوا غشاشين جدا. اول حاجه واحد يوم ذاك في الجامع ها متفق مع اخوه. قام الراجل قال لهم يا اخواننا انا عندي ست بنات. انا عندي ست بنات. والست بنات انا مستعد اعرس لاي واحد فيكم هنا قاعد في الجامع.
عين الوش عين الوش. وما داير منكم اي حاجة. استدرار العطف شوفي، استدرار العطف شوفي شوفي. ايوه والله كايس صدرك. ايوه كايس صدرك. يا سلام. ما كايس غير صدرك. انا زادي كايس صدرك. انا زادي كايس صدرك. لو سمحت قام على ايوه لو سمحت يا اخ. اهلا. انا والله كايس صدرك. انا بعرس واحده فيهم. بتعرس واحد؟ ولو كان الشرع بيسمح باثنين هن اخوات كنت اعرسوا لك الاربعه كلهم، لكن طبعا واحده بس. انا بعرس واحده. بتعرس واحده؟ ايوه. اها وبس يعني شويه كده الحال من بعضه يعني الحاله الاقتصاديه وانت عارف الحاجات. اولاد الحلال راقدين. اولاد الحلال راقدين. اضطروا لنا بس. اولاد الحلال راقدين. الحمد لله الله. الدنيا لسه بخيرة. يا اخوانا عليك الله يدكم معانا يدكم معانا. تبرعات بس تبرعات ساعدونا تبرعات. يا سلام يا سلام. ساعدونا بس ساعدونا بس هاي هاي بس أيوة. كان نصيب بس هاي. السترة واجبة. السترة واجبة يا اخوانا. السترة واجبة. السترة واجبة. السترة واجبة. السترة واجبة يا اخوانا. السترة واجبة. قام صاحبنا ادى القروش وطبق القروش. خلاص احنا نمشي نجيب الخروف نجيب البلح ونجيب هنا ونجيب الحاجات. لا قبل قبل نلحق نسيبي. نلحق نسيبي. ايش نسيبه فات نسيبه ايش اقرب تاكسي زي قصه موبايلي. والله العظيم لكن الاحتيال احتيال بقى صعب مره. ابراهيم هاي واحد عامل فيها فكي يا جماعه. انا واحد نايم مش عاوز عامل فيها فكي. انا بحكي لك القصه دي عشان تتعظي. هاي كويس. عشان انتوا النسوان ديل هسه انا متاكد مرقتك من هنا بتمشي للفكي تقول له انا تليفوني وكذا 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 وشوف لي طريقه عشان تجيب لي تليفون. والله فعلا ماشي انا ما عرفتها. شفتها ماشي اطلع ها الفوكه وديل ما كلهم ماشيين بالصراط المستقيم. فوق واحدين بتاع لف ودوران. واحد فكي قتلوا واحد برا ولد مشغله معاه وهو قاعد جوا شفتي يقوم يدق له العصايه. ايوه شفت قصه التلغراف ديكي حقت القطر. اي كج كج كدي. اي ايوه طق طق التلغراف التلغراف طق طق. يقول له اسمك فنيتا طق 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 طق. يقول له اسمي مثلا ابراهيم. يقول له كج كج ذاك هناك يكون سجل خلاص كتب ابراهيم. اي متزوج. يقول له يا كج كج. انت اسمك منو؟ انا كج كج. ايوه ايوه كده ايوه شفت المعلومات كلها. أيوة. بس بدك بالتالي بدك. ايوه وذاك الفكي قاعد هناك يسجل. سبحان الله. الفكي المدعي الفكوه ما سامع الطقه. المدعي الفكوه سامع الطقه هناك. اي سامع الطقه يسجل. ابراهيم متزوج امه اسمه كده ابوه اسمه كده اخوه اسمه كده عائلته كده ساكنين كده. لا 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 نكتب المعلومات كلها. بس انت تعال داخل خلاص تعال تعال داخل لي نقول انا الفكي. اي تعال داخل لي الشيخ ابراهيم. ابراهيم عرفتني كيف؟ هزال ها؟ انت ابراهيم؟ ايوه ابراهيم. ما شاء الله ما شاء الله ابراهيم. عرفت اسمي؟ ابراهيم. نحن ابراهيم مرات بنحلق ما بنحس بروحنا. يا زول نكون محلقين والله. شايف ارواحنا دي تمش. يا سلام. هسه انت قال انا وين؟ اها انا فطرت في بغداد. يا زول ايوه واتغديت في دمشق. يا سلام. أيوة. شيخي نحن ما عندنا نفرع. ايوه نحن الله. ابراهيم صح؟ ها اي ابراهيم. امك اسمها فاطمه. لا 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 دي عرفتها كيف؟ ولدها ولدها يا خطير. والله صح والله صح. متزوج ومطلق. متزوج ومطلق هاي. متزوج ومطلق. هاي هاي. وعندك ثلاث اولاد وبالتالي. ايوه 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 صح هاي. الوسطانيه اسمها زينب. لا 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 يا اخي. عندك شنو مشكلتك متحلة؟ انت داير شنو؟ ها جيب لي خروف. اها بيجي. خروف بيجي. هاي خلاص مسطر. خروف بيجي مسطر. هاي مسطر. تشوفه باي حته تلقاه في مسطر. مسطر عربي ولا حساب؟ يا ابراهيم عربي مقلم. مقلم هاي. انا ماشي للفكيده ما. انت ليه؟ هسه انا بقول لك في شنو؟ أنا شفت بحث كلاب عملها في التمثيلات. والله في واحدين صالحين. في واحدين صالحين أنا عارفة. أنا ما قلت ما كلهم. أها. لكن في واحدين كضابين يا هو زي ده كذي. البنغور ده البنغور ده. طيب 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 طيب. الله زول يقول لك جيب خروف بيجي. أها. وجيب ديك مشخت. ديك مشخت. مشخت. أي. وغنماية كروهات. وغنماية كروهات. هسا هسا دفك إيه دفك شنو ده؟ أها. يقول لك جيب
يعني حاجات تعجيزيه مش تعجيزيه ما عشان ما تجيب وكمان اقول لك في واحد محتالين عديل احتيال الله اكبر ضع اول حاجه يوم هذاك نفيسه بنت حي احمد قامت مشت وساقت معاه بنتها الصغيره وراجلها مشى معاه بعدين بيتاخروا في الشارع يقول لها برا امرها ما تمشي مع اخي وهي شايله الشافع وشايله الشنطه والاوتوبه واقع ومنكره وراه ومنكره كرير صعب خلاص اها يا زول قام قال لها انت بدل تعذبيني كده اقعدي قدام باب البوتيك ده قعدت قدام باب البوتيك معاه شافعتها وجا واحد للشافعه واحد ساي اشترى لها حلاوه من قال للشافعه اتفضلي وشال الشامعة ومشى بيها وين؟ جوا البوتيك جوا البوتيك خدتها اللي بتاع البوتيك في البنك وقال لها عليك الله نزليت يا ابني نزليت التوب ده ونزليت التوب ده ونزليت التوبين ديلك ده حرير مش كده؟ نزليت الحرير ده نزليت شال لي زي 18 19 توب ها؟ وفرتك لا وجا فوق قال لهم ماشي عادي قال لهم عينت لبنتها كده قاعدة وبتاع البغاء بتاع البوتيك شغاله ويري ويري المفاتيح ويري ويري قاعد دي بنته يا ناس هو شاغل في البيت قاعد دي بنت الراجل شال التيام ايوه وداك فات داك شال التيام وخطر اي عليك الله تقول لي يا اخي احتيال عينك يا تاجر عينك يا تاجر خلاص يا اخوي انا اقول لك حاجه شبي حتى في القصة حقة الاحتيال دي ما شافكر لي انا ذاتي في قصة رجح تلفوني تعالي 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 مشت مرقت مرقت سكينة يا اخي بعدين في مرة كده مرة كده جات لي واحد سايق بتاع ذهب جات لي واحد سايق بتاع ذهب قاعد مرتاح قاعد يوم عادي اي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال الله يبارك فيك الله يسلمك السيد ابراهيم المشهور ايوه صح يعطيك العافيه يا حمد ايوه الراجل ده قول له يجيب القروش قبل ما يمشي عشان ما يركب عربيته يا يوسف كيف الحال اي داير اقول لك حاجه تشرب شنو اي دقيقه بس قلت لك ايوه انا طبعا انا مرت السايق الدكتور سبحان الله شفت عشان انت السايق واقف قدامي الدكتور المعروف ايوه البروف محمد اخصائي الامراض العصبيه والنفسيه محمد اي محمد المهدي الفادني محمد المهدي الفادني كيف الحال سلام عليكم زي الحال الله يبارك فيك الله يسلمك اتفضل اتفضل يا اخي انا اول امبارح وضفت لك العربون ووصفت لك الحاجات الكميه بتاعت الذهب اللي انا عايزاها ايوه جهزت لي الرطلين وحاجه جاهزين والله جاهزين ايوه ان شاء الله تمام تذكرت اي والله صح والله كيف محمد المهدي الفادني والله تمام اصل في مشكله في اسم شنو هو في مشكلة في يعني كونه نشيل دولار كده برا وشنو ماشيين اساسا نجيب اجهزة وعندنا بنتنا حتتزوج وقلنا نشيل يعني ذهب نفكه برا كده يا سلام كويس خالص يعني انت العيار بتاع 24 بتاعك ده ماشي شديد ماشي يا اخي يديك العافية تسلمي والله والله انا سعيد انه الليلة جيتونا يعني وشرفتونا في مكاننا المتواضع والدكتور قال لي شنو؟ ايوه الدكتور قال لي لا يمكن تشيلي مبلغ ده زي ده وانا متاكد السايق ابراهيم ده بيعرفني معرفه كويسه طبعا هو في زول ما بيعرف محمد الدكتور البروف محمد المهدي الفادني قال لي جيب الذهب وجيب لي في العياده خلاص اوكي انت تمشي معايا انت ذاتك ممكن ذهبك انت ممكن امشي معاك امشي معايا العياده ممكن والله سعيدين يا اخي سعيدين والله يلا نمشي العياده الله عليكم السلام عليكم مرحبا يا هي دقيقه تعال انت تعال تعال استناني خشيل الدكتور استناني خشيل الدكتور خشيلتي خشيل الدكتور جدا مسجل انا حايزه دفعت لك القروش بتاعتك عارفك حافظك ما مشكله دقيقه بس خليك واقفه دقيقه بس
فين خششون؟ هاي دخلنا هاي. خلاص تعالوا. تفضل تفضل تفضل. مرحبا. يا دكتور. مرحبا. أنا حاجزة طبعا. السلام عليكم. ايوه كلموني. تعال 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 أقول لك. نعم. تعال قريب. نعم. تعال قريب. نعم. اسمع أنا من وين؟ المريض؟ أي. المريض قاعد برا. خلاص. أنا من الزواج. جاي راجل. أي. شفت الراجل ده؟ أصله يعني من الشغل. كويس. بس بدأ قشره. قروش الذهب. قروش الذهب. قروش الذهب. طيب. شفت بس لما يجي انت تعامل معاه هنا انا دقيقه ما مشكله ما مشكله جيبيه ونحن نتصرف جيبيه انت اجيبه لك جيبيه خلاص ما مشكله قلت لك خلاص اديني الذهب يديك العافيه تسلمي الله يبارك فيك راح لل يديك العافيه تسلمي الله يبارك فيك خش للدكتور خش السلام عليكم اتفضل يا دكتور مرحبا كيف الحال ان شاء الله خير الله يبارك فيك بعد اذنك عين بس اشوف الهنايدي واجيك دقيقه الله يبارك فيك كيف الحال الله يسلمك يديك العافيه يا حبيبك الله يبارك فيك طيب كيف يا دكتور كيف امورك والله ليك وحشه والله ان شاء الله طيب كيف الحال ان شاء الله خير الليله شنو في الايام الليله هاي الليله الاربع ايوه طيب انت بتشكي من شنو انا لا ما بشكي انا بس مرتك شالت مني الذهب ايوه قال لي فاهم انا فاهم 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 انت يعني ال- 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 بتتخيل بتتخيل خيالك الداخلي نحن طبعا ما عندك مشكله معنا نحن ما حنتعامل معك باي مشكله بس انت تكون معنا واضح وصريح اي عشان 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 المساله تتم يعني لكن يا دكتور ريلاكس ريلاكس انا ريلاكس اي انا ريلاكس طيب. قلت لك مرتك شالت مني ذهب وقالت القروش عندك هنا عندك انت هنا انا ما مجنون لا ما في دول قال لك مجنون ما في انت ما مجنون عادي انت ما مجنون تعال ما مجنون ما مجنون لا لا عادي 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 لا لا ما مجنون انت ما مجنون انا ما مجنون ما مجنون اي اي مرتي يعني انا مرتك انت اي شالت منك اي شالت منك انت ذهب ايوه وعشان تشيل القروش انت ايوه اسي كانت بتكلم معاك قلت لك يا اخي أي. قلت لك خلاص يلا قلت لك مع السلامه مرتك انت يا اخي والله انت مجلي جلي ما مرتي انا بالراحه مجلي شنو ما مرتي انا والله العظيم ريلاكس ريلاكس والله ما مرتي قلت لك ريلاكس والله العظيم ما مرتي يا ريلاكس يا حوا ريلاكس ما مرتي ريلاكس لا 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 اجيب 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 ازول اجيب 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 حقنا حقنا سريع لا لا يا اخي حقنا لا حقنا لا انا ما بقبل هاي ودي جوا ودي جوا ما لك ودي جوا ودي جوا لا حول ولا قوة الا بالله حكاية غريبة خلاص لا حول ولا قوة الا بالله بعده لا حول ولا قوة الا بالله ناس تحبين والله العيادة كلها والله يزول جايين بموضوع وجايين بقصة الله يشفينا ويشفون سبحان الله لا حول ولا قوة يا هاي مرتك شالت مني ذهب مرتك شالت مني ذهب عدينا حق الذهب قلت لك عدينا حق الذهب مرتك شالت مني ذهب هاي 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 مرتك شالت خذ هاي جيب حق الذهب ده جيب حق الذهب ده جيب اها ايش وشك الراجل ماشي اسا شغال شغل نظيف اي زول يقول الذهب يا زول بقبقب الناس رش الذهب بقبقب الناس قال لك يحوم في الاسواق ويمشي للاسبتالات ويمشي الاماكن العامه ويمشي محل المواصلات والمواقف الذهب الذهب هاي تربية سليمة من البيت ذاته من الأسرة ذاته يعني الأب والأم لازم يكونوا حريصين على أنه ابنهم ده طبعا شنو يتعبون في أي خطوة يخطوها هاي والمدرسة بالذات المدرسة والمجتمع والشارع يعني ده كلهم نواصل يا إخوانا شنو في توعية وتربية الإنسان الإنسان ده من صغير طبعا شنو عبارة عن عجينة أنت بتشكله شنو حسب ما أنت عايز هاي أيوة يعني الأم والأب طبعا شنو يهودان الابن أو شنو ينصراني بيشنو بيه تربيتهم يعني كان شفت مثلا ولدك ده جاب لي حاجه في البيت ازعله منها ما تخلي ساكت البيت برضه لو طلعت تقول لها ماشي وين
كان عندها صاحبتها مثلا قالت لها انا عزماك، ولا صاحبتها دي خليها تجي هنا، فجاء في البيت تعرف صاحبتها دي ذاتها اخلاقياتها شنو سلوكها شنو، يعني ما تخليها تمشي معها زي. بعدين الصلاه يا اخوانا، الصلاه اهم حاجه. الطفل ده من البيت تامره بانه السبعه شنو يؤمر للصلاه، ومن العشره شنو يضرب، يعني الصلاه دي في البيت اهم حاجه، لانه انت لما تخليه يصلي ونايم بيحترمك انت ذاته لما تكبر. حرب ظاهره الاحتيال دي زي ما قلت بتقع على عاتق الدوله كلها، على المجتمع عامه. والجزء الاكبر المفروض يقع على عاتق الدوله والمسؤولين من الـ 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 من في سن القوانين الرادعه لمحاربه الناس النفيسه الضعيفه والمحتالين. وبعد ذاك بيجي الادوار على الـ على الـ على الاسره، يعني توعي الابن والابنه، لانهم بيطلعوا برا بيختلطوا بمجتمع خارجي، والروم الموجود شنو في يعملوا يعني يعملوا حسابهم. لكن عاتق يعني المسؤوليه الكبيره، يعني الناس دي لو لقت قوانين رادعه ها بتعظوا، يعني الظاهره بتخف. يا مرة أنا قاعد جوا التاكسي والله العظيم منتظر لي مشوار، ما بقدر أجيب لك معي حاجة والله، عندي 2 مليون بتاعت العمرة عليك الله يا مرة، عليك الله ما تلخميني يا أخي، ما بقدر أجيب معي حاجة، ما تتكلمي كثير خلاص كويس. ال 2 مليون اللي في جيبي قلت لك خاتيها للعمرة، أي بعدين بهو بجيب لكم سلطة ولا عيش ولا أي حاجة. أي أصل ولدك ده جنه أكل، ما عارف جايبها لنا من وين، ياكل ويشرب خلاص 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 خلاص. أي بجيب معي السكر، هاي خلاص يلا تسلم الله ينسوها العجيبات، خلاص شغل ما في، زباين ما في، حكايه غريبه خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ مرحبا بالشباب. طيب تمام والله، الله يخليك. الله يخليك والله، بس عندي مشوار كده بس. مشوار؟ هاي والتلفزيون ده دارت توديه يعني معاك؟ هاي التلفزيون ده بس اخذته كده في العربيه. جدا جدا عندي التلفزيون ده و... جدا خلاص هاي. جدا هاي يا مره خلاص، هاي فرجت في مشوار، هاي خلاص بجيب لك الحياة، هاي شفت كيف؟ ما دي الدعوة بتاعتك بركاتك، يلا 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 باي. ارفع 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 شوف جاي ارفع فوق ارفع ارفع فوق في التكس ارفع 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 فوق باي ما شاء الله. كم بوصة 40 ولا شنو؟ هذا 40 بوصة. تفضل تعال بجاي ارفع ارفع كجك 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 والله تعبان يا لا 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 كويس انت لا لزا اي لا اجك 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 اركب 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 تعال بجاي انت بجاي اي اركب بجاي والو انت واصل لحد وين؟ انا ماشي طوال لحد اللفه هناك، بعد اللفه. بعد اللفه؟ اي اي بعد اللفه. والله النسوان ده العجيبات خلاص. أي. تعب شديد. اي والله اقسم بالله عندي مره سافوته. ايوه اي الله يخليك. ما النسوان كلهم كده من العم. ها؟ النسوان كلهم كده اصلين. اي والله بريدنا القروش وبريدنا زول المرطب. اي سلام. والله نحن غايتو عايشين بس. والله ربنا يعينكم يا اخي. يعين الجميع ان شاء الله. قلت لك؟ اي يعني ما تزهق من المشوار؟ أه انا لانه بس مشاوير كثير، انت بس اديني صبر سنه. لا لا انت ذاتك شفت شنو بعدين سهل له. هاي لا لا ما عندك مشكله. هاي ما عندك مشكله. ما عندك مشكله. الله يخليك. ما عندك. هاي. منو؟ هاي هاي ما عارف هاي. هاي ما. هاي عندنا المناسبة طبعا. مع الله يخليك مبروك ما شاء الله. رغيف. رغيف. هاي 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 ما باي ما هاي على جدا خلاص ما عندكم مشكلة ما عندكم مشكلة. طيب الله يخليك. قلت لك هاي ابوي خليك الله اجيب لي شوية جنب الفرن ده. هاي اجيب لي هاي ايوه ايوه خلاص هاي نعم دقيقة. قلت لك هاي بس ده اللي عيش كده عيش شاب. قلت لهم مناسبة هاي عندنا مناسبة. هاي هاي قال يجيب معك عيش. هاي قال يجيب عيش فبس هنا ذكرت انه انا القروش في البيت. اي محل ماشيين داسة خلاص محل ماشي ودي التلفزيون ده. ايوه هناك البيت. لا لا في 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 انا معي القروش. اي اي جيب جيب ده العيش عيش بكم؟ لا لا جيب جيب جيبها كلها. آه؟ بشتري ده العيش ب2 2000. اي 2000 خلاص كويس. اي خلاص. اي الله عليك.
جيب العش. هاي دقيقة. تعال تعال. ارفع ارفع. تعال. ارفع ارفع. ما شاء الله. ارفع 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 شوالتك. ارفع خذ 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 هنا خذ هنا. احسن ما تخذ في ظهري عشان ما تعجل. العش سخن. هاي هاي هاي. العش سخن هاي. جيب 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 الشوالة تعال. هاي. روح روح. شيل شيل تعال تعال. خذ 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 خذ. خذ طوال خذ. خذ خذ خذ. بس خلاص. عشان لي واحدة عبس اديني لزنة قرضة بس. قرض قرض. عادي. اجاك 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 ثاني لزق لا لا وقت لزق كويس اجاك 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 كرج والله يا ابن العم حكايه عجيبه خلاص والله والله زين صعب والله الله يبارك فيك الحمد لله شرينا العيش اي بعد ما عندنا مشكله اي والله قلت لك ايوه كذا اقف هنا اي اقف اقف اي ليه بس اي ده بدنا زختي ايوه بس داير اخشاو كده اي اشي ليه حاجه لا جدا جدا بس العيش والتلفزيون قاعد اي معاك التلفزيون اي ومعاك العيش اي خلاص العيش زي تقال ده بشتري بيه كم تقال اي ما 2 مليون انزل اي وين ده العيش ده بكم 2 في عيش ب 2 في تكسب شله بعيش ب 2 مليون اها ده ب 2 مليون اها ده بكم لا الله ياخذ 200 جنيه يا 200 جنيه هاي ده عيش ب 200 جنيه لا والله اي كويس ما ده ما عنده ونمشي قدام تاني بنشتري تاني أيوة قدام ايوه خلاص كويس كويس دارين ب 1800 ايوه خلاص نشتريها قدام جدا كل طابونه بنشيل منها 200 200 200 200 خذ راحتك انا ما قلت لك انت اصبر لي انا بوقفك كثير اي لا ما في مشكله واحد أي. مش انت بتدفع اي بدفع ما مشكله ده ب 200 اي تاني بنمشي قدام نشيل ب 200 أي. تاني 200 200 200 لحد ما يتم ال 2000 خلاص بعد ذاك نصل البيت ما في مشكله ده التلفزيون اي خلي له التلفزيون فوق عليك عليك الله خلي بالك خلاص فتح كويس جدا اولاد الحرام كتار اي جدا فتح عينك ما فتح والله عشان ما يجي زول يشيل التلفزيون مش لا لا قاعد انا ما اجي اتاخر بس الزمن ده بقى ما في مروه والله ما في مروه الزمن ده بقى كعب يا اخي اي والله زمن كعب خلي بالك من العيش التلفزيون والعيش التلفزيون فوق العيش هنا وخلي بالك من العيش اي والله دقيقه بس بجيك اي والله جنريتر ولا شنو الو ايوه لا 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 ما شاء الله مشوار مدنكل والله شايل عيش وشايل تلفزيون لا لا حقني شنو يا اخي مشوار والله جامد هاي واتساب كذا والله جاي هنا وركب معايا هسه دخل قال لي نادي خالته عندهم العرس عندهم مناسبه في البيت هاي خلاص يلا يا سلام الله يا اخي ارزاق ارزاق ما شاء الله قول له مالو ساعه ونص ما جاء مالو ما اكون قال خالته ولا خال هاي ما النسوان ما بتمحركن في المروق هاي بتمحركن والله العظيم يا سلام يا اخينا والله ما اشي في ما بيدفع قروش ما هي مشكله لا حول يا اخينا يا اخينا يا 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 عيش 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 زود معقوله الزول ده ما اخذ له قريبه ساعه ونص لساعتين سلام ايوه يا هادي سلام عليكم اركب اركب تعالي استصل طيبه اركب وين اما التاكسي مش قريبك ده دخل هنا البيت ده جوا هنا قريب ابنه الزول الطويل ده هنا جا هنا وقف هنا عنده عيش قريبة عندي قريبه انا ساكنه براي في البيت ده لا لا عيني ليه هنا الزول 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 ما خش هنا قال عنده هنا في عيش هنا في عيش عيش شنو ولدي البس عشان نمشي ما هو جاي جاي شال عيش شال مني الاثنين اشتري عيش ايه انت ما بتسمعي ولا شنو هاي بابا ايش اسوي بشنو ايش ب 2000 عنده تلفزيون ده حقكم باري باري ما عندنا تلفزيون ولا عندنا كهرباء شايف البيت ده فيه كهرباء دقيقه دقيقه يا اخي انت بتسحب لي ولا شنو دقيقه 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 زحي التلفزيون ما يقع فيك زحي زحي ابا علي ده شنو طوب اخضر طوب اخضر التلفزيون ما له طوب طوب اخضر سرقوك طوب اخضر طوب اخضر وي طوب اخضر طوب اخضر عيش طوب اخضر عيش طوب شفت جاك 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 شفت عليك جاك 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 وش شفت عليك الله شفت شفت الاحتيال ده شفت الاحتيال يا زول الاحتيال ده هين ها كعب الاحتيال الجماعي يا اله الا الله كعب الاحتيال الجماعي كيف ده كيف في احتيال جماعي نعم في واحدين كده يشوفوا لك حوش فاضي يجيبوا لك باغات حد ما حب مبالغه ويجيبوا لك الشحوم دي من السلخانه أيوه. ويسيحوها لك ويكبوا لك معاه زي سمسم طبعا زيت السمسم ريحته نفاذه اي ها ايوه ويرشوها لك للبغالات الزيت الفلت الزيت الفلت ذاته ما عارف انه جاي من وين الزيت ده مسم بيقتل الناس كلهم تعال شوف عندي ثلاثه اولاد خالتي أي. راكدين بسبب الزيت ده في المستشفى
الله تعرف يا ابراهيم وقروش يعني صرف 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 ايوه بس حكايه بطاله والله بس دي يا زلمه احنا جبنا الزيت ايوه سلام جبنا الزيت ها جبنا الزيت اقول لك الكلام ده كان نتيجه شنو؟ الكلام ده كله نتيجه لشنو؟ نعم لاسباب كثيره نعم بتلقى زول المحتال ده عنده حاله نفسيه هي ما بتتوقف على كده يا عنده حاله نفسيه يا حاله اقتصاديه يا كمان هو يكتسب من خبرات خارجيه زي الافلام ايوه شفت في افلام كده بشوف فيها الاجرام يجي يطبقها داري يجربها لما تلقاه ماشي معاه السراء الحرام شباب الواحد اللي عمره 20 سنه عنده 6-4 مليار دي جابها من وين؟ ده ما سؤال يفترض نساله له احتيال جاب من وين؟ ابوه عمره 60 سنه الصلاه هنا والشيب ده مالي وشه كله مليون جنيه في البنك ما عنده فجيت لفه دايما وقعت على الترابيزه القصه دي بايظه جديد تمارس اقول لك حاجه يعني بتتمرحل زيها وزي الوظيفه لا حول بتتمرحل بتبدا باقتصاديه شويه شويه بتبقى ثاني اقتصاديه شويه شويه بتبقى هوايه من هوايه بتبقى حرفه هاي والله من حرفه من حركه حريف دي هاي واحنا حريف ايوه الواحد يودوه السجن نعم في فتره السجن هاي ياخذ كورس ايوه من الحكاوي والقصص والخبرات دي مو مشكله والله يا ابراهيم والله يا ابراهيم انت عارف بيقول لك كل ما انت تطور تحارب الجريمه كل ما الجريمه ذاتها تتطور لكن احنا دايرين نقول شنو؟ انه المجتمع ده عليه ما دايرين نقول لزول شك في الناس او تكون ماشي زي المجنون تقول ده حرام لا تعمل حرصك تكون تك كير زول يكون حذر حذر الحاجه الثانيه الزول اللي بيجي يحتالك ده انت مرات بتلعب دور كبير انه يجي يحتالك اول حاجه صوتك عالي اي عندي 2 مليون وبيجي ماشي بيسمعك يجي يشيل المعلومه منك يشيل المعلومه كلها يجي يقول لك واحد الثاني يقول لك مثلا الاحتيال ما متوقف على زول مسكين ولا مره ولا راجل ولا اطفال كله تلقى شخصيات دبلوماسيه كبيره بتتغشى ايوه مركوب كده جلد نمر وعمه سلام عليكم يجي يغشك زي الحال ان شاء الله طيب الحمد لله مثلا فاتحه الفاتحه شوف يشيل الموبايل يمشي يا اخي انا مره شفته في المغابر ناس بيدفنوا في الميت الميت ميت خلاص اللهم اجعله برضه من رياض الجنه وبيدفنوا فيه في واحد قال لهم الفاتحه الفاتحه كلهم يتردوا فيه شفكك 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 قاعدين في البيكا بدون موبايلات فالقصص دي نحن وعليها انا عندي واحد كان مجرم خطير وقتال خطير قام تاب بيقى بتاع اشاعات والله قصه صعبه بيقى اشاعات ما هوايه عشان كده نحن دايرين المجتمع ده يوعى لانه الحياه دي فيها الحرص كويس الجرائم كترت العولمه الموبايلات النت الكلام ده كله مربوط بشنو بسلوك الشخص نربي الجيل الجاي ده الجيل القايم ده نربيه تربيه صح يا اخوانا الناس مضغوطه ها الناس الزول قالوا الغرقان بتعلق بقشها ايوه الناس ما بقت مضغوطه نعم الحاله الاقتصاديه يا اخوانا خلت الناس يبقوا حراميه الحاله الاقتصاديه خلت الزول يكذب ايوه صح الحاله الاقتصاديه خلت اخوك ركب معاك في العربيه زمان تحلف تقول له عليه الطلاق ما تدفع ده ما سبب لا ما تدفع ده ما سبب هسه بقى كان شافه يزوغ منه ما سبب الحاله أصلاً. الاقتصاديه يا اخوانا الضغط الضغط ما سبب ما أيوة سبب ابدا كلامه صحيح والله العظيم انا لو نظيف من جوا وشريف وعفيف والله ما بمد ايدي لحاجه الزول ثاني بقول لي يا اخي ما تربيه ظرف اقتصادي يا محمد انت كل ما عندها ظروف اقتصاديه يا اخي انت كل ما جعانه يا محمد ايوه ده انت ده انت لكن انت خشيت في قلوب الناس الثانيين ما سبب انه هو بتكلم عنه انت الناس كلها زيك كده احنا ما كان يا محمد انا بتكلم عنه يا محمد محمد اسمعني ما هي ما كواريك النقاش يكون واحد واحد انت دار تفهم انه المجتمع كله ما بيكون فاسد كويس الحياه دي من 100% مش 50% كده احنا دايرين 90% يكون فاسد ما تقول لا المجتمع ما فاسد فاسد انت ما هوي ان احنا اخواننا ما نضاري راسنا ونغزو في الرمله نقول والله ان احنا 100% عليك الله ما تغشونا لا ما نغشك ما نغشك يا محمد انا احنا دايرين نغزول لكن دايرين نوريك انه المجتمع ده لو 100% 50% مثلا فاسدين 50% كويسين ما دايرين كده كويس معادله خاسره جدا شوف ما خدتين متوازيات احنا دايرين نخلي الخير لا شوف الحاله شوف الحاله الاقتصاديه اخوانا ما تكذبوا على رقبتكم الحاله الاقتصاديه والزنقه والضغط والحاجات اخوانا خلت الناس يكذبوا وخلت الناس يحتالوا وخلت الناس الواحد يعمل السبع وزمته عشان يتحصل على قروش ثم ثانيا الوازع الديني وين الوازع الديني الوازع الديني زيرو بقى ما في ولا الدين ده نحن ولا بنجيب سيرته ذاته بس بتقول الحاله صعبه يا اخي ما قادر اقلد الاولاد يا اخي ما بيعمل الجريمه بيساهم أيوة. بتستره ايوه
يعني وبيتعاطف مع الحرامي. أيوة يعني زول يتعاطف مع الحرامي، ال 50% حقتك النظيفه الباقي فيها شنو؟ ما في حاجه، ما في حاجه. أيوة. لكن يا ابراهيم يا محمد، انتوا في حاجه تخطوها في راسينكم، انه ان احنا دايرين نقول المجتمع ده كل زول بسلوكه. أيوة. التربيه الاساسيه. نعم. يعني مثلا هسه انا في ناس يقول لك والله ما عنده ولا جنيه، لكن عفيف بيمشي بكر عينه. في ناس زي ديل موجودين في الدنيا. ياكل شنو ده؟ بياكل حصحاص؟ لا لا يا اخي، ما قصه حصاص. الحصاص في حالتين شو؟ انه يا اخي ما دار يدنا، ما دار يدنا عفيف. الحياه دي ما مبنيه على كده. ما ده بقى 1%، ما كلنا اغنياء. انتوا كمان ما تكبروا النسبه، ده بقى 1% بس. يا سلام. والله العظيم، وما في النهايه التربيه يا محمد. ها؟ في النهايه البيت اللي مرقت منه. التربيه دي، التربيه دي انا احنا كنا عن قريب يا زول. يا زول احنا والله 4 أضرب مش عن قريب. التربيه ما حقتي. انا جنبك ده. التربيه فيها الشارع، التربيه فيها المدرسه. ما حقتي انا برا. طيب ما كله لكن كويس، ما كله يطلع مني كويس ويلاقي ممارسات خاطئه في المدرسه ويمارس نفس الممارسات دي. انت توعيه، توريه، انت توريه الابيض من الاسود. يا اخي انا فايق له يا اخي. انا فايق له يا اخي. والله انا 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 اجيب القروش. انا ما مضغوط، انا بمشي بفتش الرزق. انا اكل ولا اوريه؟ شغال خمسه. دي مشكلتكم، دي مشكلتكم يا هوي، دي مشكلتكم انتوا، دي مشكلتكم انتوا. تخطوا في بالكم انه انا الليله بيتي ده بكون حريص عليه اكثر من اي جهه ثانيه، للشارع، للدوله، للحكومه. انت بس مع نفسك، ولدك اللي قاعد معاك في البيت ده اول ما يعمل 18 سنه تراقبه. هاي لا، ما تقول لا تنهويه. لا انا عايش في جزيره معزوله. انا ما عندي احتكاك بالمجتمع واحتكاك بالناس، والناس كلها مع بعض. انت بتشتغل شنو؟ ولدي ده يمشي وين؟ لا ولدي ده ما بيمشي المدرسه بيلقى ناس، بيمشي الشارع بيلقى ناس، بيمشي الجامعه بيلقى ناس، بيجي في الاسره بيلقى ناس، بيجي من اهله بيلقى ناس، ما الناس زي يفوت منه وبعد 18 بيمشي ما بيجي رايح. هاي كده. يلا يلا، انتوا الاثنين بتفتكروا نعمل شنو؟ اخواننا الناس لازم توعى للحاجات دي. طيب كويس؟ كويس. بعدين اخواننا، انا في حاجه خطيره وانا مقلقه بي صراحه يعني. يعني كونه انا اغشك انت، اشيل منك موبايل، اسحب منك 2 مليون. ايوه. اشيل منك 5 مليون، يلاقوك جماعه يضربوك، يسطوا عليك، يشيلوا اللي عندك. اخواننا دي كلها من اصلا من الله خلق الدنيا. أي. ما خلاص دي ما مشكله. أي. لكن المشكله وين؟ نعم. المشكله مثلا في قصه حكا ابراهيم، قال الزيت يعملوا زيت مخشوش مصنع يجوا يبيعوا للناس، الناس ياكلوا في بطونهم. انا شفت دي بتتعبني. انا دي بتتعبني. انا والله يتلب علي زول في بيتي يشيل الموبايلات ويشيل التلفزيون ويشيل الثياب ويشيل الهناي، دي ما خساره حق الزول واحد. ايوه. لكن الزول اللي بيجيب له اكل ده ياكلوا في بطنه وياكلوه 100 نفر، 1000 نفر، مليون نفر، وكلهم تحصل لهم مرض ولا يموتوا بسبب ولا تحصل لهم حاجات ولا ده الاحتيال الجماعي. ده ما الاحتيال الجماعي اخواننا، ده ما صعب. اي والله. بعدين احنا زمان ما كنا عايشين. نعم. زمان ما كان في حرامي واحد وعارفينه كلنا. بنكون الحله كلها عارفه. تجي جنبه يقول له والله الله يهديك يا ولدي، الله يهديك، الله يهديك والله. واحد لا غير كده. هسه زمان قالوا مين بتحكي لي؟ قالت لي في حرامي تلف في بيت، فتش بجاي لقى الراجل نايم والاولاد نايمين، وعاين بجاي عاين بجاي، لقى له زي 100 جنيه تحت المخده. هاي. فتح الحله لقى فيها ملح باميه وفي عيش. هاي. ضرب الباميه. هاي. اخذت ال 100 جنيه في الباميه ومشى. بس بطنه دي ده مطعم؟ ما خلاص ما قدر ياكل. بدل ياكل. هاي. ده الزول جه ماشي في الشارع بيسلم على الناس السلام عليكم في الفرم، ادوني العيش يا ابراهيم، ادوني العيش يا ابراهيم. سمع كلمه ابراهيم دي، قال له بتاع الفرم يا ابراهيم عليك الله جهز لي 700 جماعه يا زمر. قال لي ما جاي حسي. بعدين عليك الله 700 جاي عندي مناسبه. مشى. هاي اللي بتاع الذهب، السلام عليكم ازيك يا شيخ الحاج بتاع الذهب، طلع عيونك وراه مرحبا بك الله يخليك. قال لي انا والله داير لي ذهب ب 500000. هاي. قال لي شوف، لا داير شيكات، لا تقول لي انا عندي قروش مؤجله، تديني حقي كاش بديك الذهب. قال لي انا قروشي دي كم؟ انت كم ما استلمت قروشك؟ انا ما داير ذهبك. شيل شيل ذهب ب 500، شيل ذهب ب 500. عمك كفشن كفشن كفشن، حرس الولد. قال لي احس عنده 500 جاتني، شال الذهب مشى مع الزول ذاك. وراك له يا ابراهيم على كلام من 700 عندي ده 500. هاي ابراهيم قال لي جدا. قال لي خلاص جيب الذهب، شال الذهب وداك فاتح ايش ده واقف عايم بالصف. تكاكم 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 وصل الفرن. هذا ال 500 اسمع. هاي انا بتاع ال 500. هاي قام قال لي دايره طوسطه ولا مدور؟ قال لي دايره ذهب. بس انت منتهين. والله والله اقول لك حاجه، انا جني وجن ستة الكريمات. ايوه هاي ستة الكريمات. عشان تاني. ما غشوا ركبوك المسؤولة. جني وجنسي التكريمات وسيادة الكريمات. ديل بيعملوا خلطات من راسهم. ايوه
بيعملوا خلطات من راسهم. ايوه شفت النيم ده كان سحنته شديد. أي. والله ممكن تبيعه. نيم شنو؟ ها؟ النيم النيم ده؟ يا اخي نيم شنو؟ يعني لما تاكل نيم تتمسح بنيم. ايوه تتمسح بنيم تبقى مر مر. جابت الفلفل دقت الفلفل دق الفلفل تك دقت الفلفل دقته تمام. جابت حبة رملة مع العسل تدردن فيه تدردن فيه. انا قلت هذا شنو ده؟ قالت لي طمه يا وهي طمه تدردن فيه تدردن فيه تدردن فيه. جا البنات ماشيين عقل وعرس قال لها تغيض وشك شيل دي شيل ب 500 700 البنات شالها بتاعت المدردمات دي الكل. ها شيل الجلاية والحفله مش الحفله عدينا عليك عدينا والحفله دورت البتاع ده اظن انه الساعه خبير ايوه بشر ما كان يروحوا مش الحفله مع الكشافه البتاع سخنت. لا 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 انت بتاع الكاميرا تعال صورنا تعال صورنا بالي وشيش هنا عرفت فدي قصص لا لا والله صعبه منتهين والله صعبه منتهين شديد والله صعبه شديد والله لا صعبه والله يا اخوانا غايتو سبحان الله والله بس اهم حاجه نوعي روحنا نوعي المجتمع اللي عايشين فيه ايوه انه يا اخي الزول يكون حريص مع نفسه ومع اولاده ومع الاخرين في المجتمع والناس اللي بغشوا الجماعي ديل اي السرقه دي ما عرفناها والاحتيال ده عرفناه اي ها الزول يبقى حذر لكن الناس اللي بغشوا الجماعي ديل يعملوا زيت يعملوا حاجات مواد غذائيه يعملوا حاجات ياكلوها الناس والناس تمرض بسببها ده المفروض ده المفروض في القانون يردعون ردع حاسم الواحد يعدموه في ميدان عام عديل كده والله العظيم ده بدل ما يستغل واحد ده بيستغل مجتمع كامل طيب احنا ما قلنا الكلام ده مش دارين نشوف نفرين او ثلاثة يقول لنا بالضبط نعمل شنو عشان نحارب الظاهرة دي. دي القضايا اللي اصبحت هاجس بالنسبة للمواطنين وللمجتمع كل وانا في رأيي الشخصي برا وبعتقد انه الظواهر السالبة دي كلها وافدة دخل لنا من برا سواء كان الظواهر الحاجات اللي عكسوها اخواننا هنا احتيال او الطريق بتاعت النصب. يمكن اول حاجة بتبدأ من الاسرة دور الأب في الأسرة المراحل التعليمية في الجامعة كان في المدرسة الشافعي لما بيربع من صغير بيصطدم بالأسرة يا أخواننا الأسرة تعلم القيم الكويسة الحميدة الجميلة